كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في إحدى القرى البعيدة كان عايش صياد اسمه سمعان. سمعان كان كل يوم لازم يصطاد السمك علشان يبيعه وياكل بفلوسه. سمعان كان طيب جدا جدا، وكان دايما بيحب يساعد جيرانه وصحابه بالرغم من انه كان فقير وما كانش بيملك في حياته غير مركبه الصغير وبيت صغير وسلطانية، والسلطانية دي اناء من الفخار كانوا بياكلوا فيه زمان. سمعان كان بيخرج كل يوم الصبح بدري علشان يصطاد ويرجع ويبيع السمك اللي اصطاده ويوزع الباقي على جيرانه وصحابه وينام ويستعد لليوم التاني. وفي يوم من الأيام وسمعان طالع يصطاد، الدنيا فجأة غيمت ونزلت الأمطار بغزارة. فضل الموج يعلى ويعلى ويعلى، وسمعان فقد السيطرة على المركب تماما، وفضل الموج ياخدوه يوديه. سمعان كان خايف جدا لكن كان واثق في ربنا وقال إن شاء الله ربنا هينجيني، وفضل يسبح ربنا ويستغفره، وفضل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الموج بعد خالص ووداه عند جزيرة أول مرة يروحها في حياته، جزيرة غريبة جدا. فجأة لقى سمعان نفسه محاصر ما بين ناس غريبة، أشكالهم غريبة، أشكالهم بدائية. اتثبت سمعان في مكانه لحد ما جاله القائد بتاع الجزيرة وقال له ايه اللي جابك هنا؟ انت عدو ولا حبيب؟ سمعان قال له انا حبيب، انا حبيب. قائد الجزيرة قال له وايه الاثبات انك حبيب؟ فضل سمعان يدور ملقاش غير السلطانية اللي كان بياكل فيها. سمعان قال له اتفضل، دي هدية المحبة. قائد الجزيرة كان اول مرة يشوف سلطانية في حياته، فرح بيها جدا وفكرها تاج وقال دي هتبقى تاج المملكة. فرح القائد جدا بهدية سمعان وقال له أنا هرد لك الهدية دي، وجاب له سفينة مليانة ذهب وياقوت ومرجان من الجزيرة. فرح سمعان جدا وروح بيته. سمعان راح مدينته وبنى قصر كبير جدا جدا جدا، وجمع فيه كل أصحابه وجيرانه وحبايبه، وكان بيساعد كل الناس الفقراء. ومن ضمن أصحاب سمعان كان في واحد اسمه جعفر، لكنه كان شرير جدا، وفضل يلح على سمعان علشان يقوله السر وراء كل الكنوز اللي فيها سمعان. وسمعان علشان طيب حكى لجعفر كل حاجة. جعفر قال يا سلام، بقى عشان حتة سلطانية ياخد كل الكنوز دي، ده أنا بقى هروح للملك ده واجيب له هدوم كتيرة واجيب له بدل السلطانية 10. وراح جعفر وباع كل ما يملك واشترى بيه هدوم وأواني من الفخار والنحاس، وأجر مركب كبيرة واتجه للجزيرة. وأول ما شاف قائد الجزيرة جعفر قال له إيه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ جعفر قال له حبيب، وجاي لك بهدايا كتير جدا، شوف اتفرج. قائد الجزيرة فرح جدا بهدايا جعفر وقال له أنا هقدم لك أحسن حاجة عندي هنا في الجزيرة، أنا هقدم لك تاج الجزيرة نفسه. وادى لجعفر السلطانية. جعفر قال أه السلطانية، لأ لأ. قائد الجزيرة قال له أنت مش عاجبك الهدية بتاعتي، ارموها حالا في البحر. ودي كانت نهاية جعفر الطماع ونهاية أي حد طماع. وهنا بتنتهي قصتنا. وتوتا توتا فرغة الحدودة. تصبحوا على خير.